يمكن بيفرض نفسه علينا جدا ما يحدث لمنتخب الشباب لكرة القدم الموجود في تونس، منتخب بيشارك في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب، وإذا بتحليلات كورونا تكشف عن إصابة الكابتن ربيع ياسين المدير الفني و17 لاعب عينتهم إيجابية. من أسوأ المفاجآت اللي ممكن تقابلك في بطولات مجمعة. يعني أنت لما الرجاء جاله 16 إصابة ودي مباراة وحيدة قدرنا نأجل الليلة، لكن وأنت في خضم خوض مباريات النهائيات مش عارف المشكلة دي هتتحل إزاي، مفيش مجال إنك أنت تأجل البطولة. لكن هو يبقى السؤال كيف يعالج الاتحاد هذه الأزمة؟ هل الفورس ماجير أو الظرف الضاغط أو الطارئ أو الإجباري التي تعيشه البعثة يسمح بأن نعمل أي تعديلات، نبعت لعيبة مكان لعيبة بسرعة؟ مش عارف الحل إزاي، وياريت نتواصل مع حد. هو عشان نحط حضراتكم في الصورة، البطولة فيها أربع منتخبات هيتأهل الأول والتاني للبطولة، خمس منتخبات. المفترض بكرة 15 ديسمبر مصر وليبيا في ملعب المنزة، 18 ديسمبر مصر كانت تلعب مع تونس في ملعب رادس، 24 مصر هتلعب مع الجزائر في المنزة، ومصر والمغرب يوم 27 بيتأهل أول وتاني لنهايات الأمم الأفريقية. كابتن ربيع ياسين المدير الفني، كلها منتخبات قوية جدا طبعا دي تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب. كابتن ربيع ياسين كان مسافر معاه 26 لاعب، 17 لاعب منهم دلوقتي كورونا. نظام البطولة بيقضي حسب لوائح الاتحاد الأفريقي، لو معاك 11 لاعب سليم وأربعة احتياطي يعني 15 لاعب، دي نسبة قانونية لإقامة المباراة. ما معكش دلوقتي، هو ما معهوش هذا العدد، لكنه عنده النهاردة بعد قليل هتظهر نتيجة المسحة الأخيرة. في ضوء النتيجة بتاعت المسحة الأخيرة النهاردة هيتقرر هل إن شاء الله تعالى شوفي العدد كله ولا لا، هل شوفي العدد اللي يسمح بقانونية المباراة ولا لا. في ضوء ما سيتقرر طبعا الاتحاد المصري لكرة القدم، من هنا الأستاذ عمرو الجنايني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اتصال دائم بالبعثة علشان تشوف نتيجة المسحة الثانية، وفي ضوءها يتقرر البعثة ترجع أو تكمل وإيه الوضع الطبي. نتمنى أن الأزمة دي تعدي، وعلى الأقل يبقى عندنا طبعا هتضعف من حظوظ المنتخب، مش عايز مناقشه، هي مشكلة كبيرة جدا، إنما ممكن جدا بس تؤدي اللي عليك، إنما ترجع من غير لعب دي يعني أسوأ النتائج. هو لو النتيجة طلعت إيجابية لا قدر الله أو للعدد الأكبر، ما عندكش فرصة للانتظار والاستمرار، ربما يبقى الوضع الطبي أو الصحي يفرض العودة. لا، لو أنت لو تمن لعيبة، لأن الكابتن ربيع نفسه مصاب، أنت محتاج تمن لعيبة والمدرب، معلش المدرب ما هو في معاه جهاز، مش هتتلغي عشان المدرب. إنما أنا بكلمك على الوضع دلوقتي، هو في أزمة كبيرة. في مشكلة بتقول ان الفريق مش هيخشوا في احسن حالاته، لا يمكن يعني، ولا في نص احسن حالاته بالطريقه دي. صحيح، انما انت دائما تعول على الروح وعلى القتال، على كره القدم التي تعترف يعني بظروف. نتمنى ان احنا نسمع خبر قبل ما تخلص الحلقه، نعرف الموضوع ده هيتحل ازاي.